ومعانا اول سؤال الاستاذ اشرف. اهلا يا مولانا، اهلا وسهلا استاذ اشرف. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله ربنا نعم. ينور قلبك وينور بصيرتك وينور وجهك، انت بتسعدنا بوجودك في وسطنا والله، الله يرضى عنك ويبارك والله فيك يا استاذ بتسعدنا اشرف. بوجودك، وبعدين بترجعنا لحاجات جميله جدا جدا جدا. يعني بالنسبه للموسم اللي حضرتك بتتكلم عليه، كان في فعلا الدفى الاسره، كان يعني الوالد رحمه الله عليه كان بيجمعنا الله يرحمه. ونصلي جماعه، ياما مش هينزل المسجد بياخدنا كلنا نصلي جماعه مع بعضينا الله كاسره، الله اخدت بالك؟ في المواسم بره الاكل بقى، يعني غير الاكل كان بيعمله، كان بيجيب قطع قماش ويديها للناس حلو ده قوي ده. المحتاجه ويديها، فما كانش الاكل بس كمان، لا ده استاذ كان اشرف بيجيب انت قطع. عارف ان اختراع شنط رمضان ده اختراع يكاد يكون مصري خالص، ان هو الناس مصري طبعا، ما اتعملتش تجمع في اي دوله. كل الاكل اللي محتاجه الفقير في رمضان فتحطه في الشنط، وكمان بقى زاد عليه ان هو يحط الحاجات اللي هو لازم بياكل منها عشان هو الفقير ياكل زي ما هو بياكل كمان. انت عارف حضرتك يا شيخ، يعني في حاجه، ايوه في فتوح. حاجه اتعملت عملها كانت جديده ويا ريتها تتعمم كمان، ده جاب ثلاجه كانت قديمه، اخدت بالك بعد ما جددنا الثلاجه، فخد الثلاجه القديمه شغاله زي الفل، حطها في المسجد وحس جميع الناس اللي بتيجي اصدقائنا وبتاع، اللي عنده اكل زياده ما يرميش الاكل، وهات الاكل حطه في الثلاجه في المسجد، اللي محتاج ياكل يجي المسجد هيلاقي الثلاجه فيها اكل، وكان والله بيحطه في اكياس والله قبل ما فكرة يطلع حلوة ان على يبقى في السطح. حاجة اسمها مضيافة المسجد، مضيافة المسجد بالظبط، اللي هي يبقى الله فيها يكرمك، أكل. الله أستاذ قبل ما أشرف أنت تفتي. عندك سؤال يا أستاذ أشرف؟ نعم اتفضل. هل عند حضرتك سؤال؟ لا لا، بس انا بقول لك، كنت بقول يا لحضرتك يعني سلام. عن وأنت وكلام حضرتك مليان على دفى، البركه اللي وكلام حضرتك مليان جمال، وربنا إن شاء الله دايما كده ما يحرمناش أبدا من الترابط الأسري اللي هو في الحقيقة بيحسسنا بالأمان ويقلل فينا الوجع ويقلل فينا الاضطرابات النفسية اللي بقت كتير جدا جدا. معانا الأستاذة ريحاب، اتفضلي يا أستاذة ريحاب. بقول لحضرتك يا شيخ عمرو، اتفضلي. دلوقتي أنا مخطوبة بقالي 3 سنين، وحماتي بتقولي أنا يتيمة الأب، وحماتي بتقولي أنت مش يتيمة، يتيمة الأم مش يتيم الأب، ومعاملاني معاملة وحشة خالص طيب، ومش عارفه اتعامل معاها. طب وايه حكايه اليتيم دي؟ احنا ما عندناش حكايه اليتيم، احنا اليتيم ده بنشيله فوق دماغنا، ما فيش حاجه ايوه اسمها. هي بتقول لك ان انت كده ما تبقيش يتيمه، ده هي بتقول لك، ده بتقول لك عكس اللي موجود في الشرع. هي احنا اليتيم في تعباني البلد. قوي تعباني، وبص دايسه على كرامتي قوي. هنا بقى نقف شويه، ده يعني ايه دايسه على كرامتك؟ ما جايز هي يعني يعني هي لو بتكلمك كلمتين كده ولا بتقول لك كلام صعب وتدوس لك على الكلام الصعب ده، هل ده بص معناه ان هي بتدوس على كرامتك؟ ابدا. انا مخطوبه بقالي 3 سنين، ما بتجيليش ولا بموسم ولا بتيجي اساسا، انا مش عايزه الموسم بس عايزه اللي هي تيجي تسال عليا. طب ما هو ابنها هو اللي يجي يزوركم في حضور الاهل وكده، هي تتصل بيكي في تليفونات دلوقتي، هتبقى ماشي يعني، ما تحبكيهاش شويه عشان الامور تمشي يا بنتي. ما هو ما بيقولش ما بي... هو ابنها بيجي وكل حاجه، لكن ما تبعتش معاه موسم خالص ولا اي حاجه يبقى معايا، انت عايزه بيجي بس الموسم اهو، كده. يبقى انت عايزه الموسم اهو، يعني انت قلت انها مش عايزه الموسم، عايزاه. لا والله انا مش عايزه. طب اقول لك حاجه، بصي يا نعم. ستي، انت لازم تعرفي قاعده مهمه جدا، ان اقرب طريق لقلب الرجل هو اهله. ما تحطيش خطيبك في صراع وفي صدام وفي جدل ما بين انت واهله، مش يعني ما تحاوليش تختبروا حبه بانك انت تخليه يبقى عنده مشاكل مع اهله، بالعكس، كل ما تساعديه وتدخلي في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كل ما تساعديه على البر كل ما يحبك اكتر. دايما تعلموا كده في علاقاتكم يا ساده، ان الواحد مقدار ما فيه من خير ان هو يجعل الشخص اللي بيدخل معاه في العلاقه يعمل خير، فكل ما تساعديه على ده كل ما هو هيتمسك بالجوازه دي اكتر. فما تحاوليش تخليه يحس ان هو مع كل موسم عليه عبء، مع كل فكره عليه عنده عبء، فبلاش الحكايه دي.